في 3 يناير عام 2018 خطب الزعيم الصيني تشي جين بينغ أمام 7000 جندي. ها هنا أوامري، على الجيش تدريب المزيد من الجنود والاستعداد للحرب. روح المعركة واجبة، ويجب أن لا نخشى التحديات أو الموت. 4000 ثكنة عسكرية بثت خطاب الرئيس الصيني في جميع أنحاء البلاد، وتصدرت صوره وهو يتبادل التحية مع جنوده شاشات التلفزة العالمية. لم تعد الصين مستضعفة ومهانة كما كانت في السابق، أحدثت قطيعة مع ماضيها وأصبحت قوة كبرى مرهوبة الجانب، يحميها ثاني أقوى الجيوش العالمية، ولديها من الجنود ما يفوق 2 مليون. مساحتها ليست أصغر بكثير من مساحة الولايات المتحدة، تعداد سكانها 4 أضعاف على الأقل، اقتصادها يلاحق نظيره الأمريكي ويوشك على تخطيه، سجل تاريخي خال من التوسع الاستعماري واستعباد الشعوب الأخرى، سمعة أفضل في وجدان الكثيرين من سكان المعمورة. فما الذي يمنع الصين حقاً من أن تصبح بديلاً للولايات المتحدة في سيادة العالم؟ أنا ميراشا غازي، أهلاً بكم في سؤال المليار من الشرق بودكاست.